توفي اليوم الفنان فاروق الفيشاوي بعد تعرضه لأزمة صحية في إحدى المستشفيات. فاروق الفيشاوي تراجعت حالته الصحية بشدة، وشهدت الساعات الأخيرة تدهور الحالة الصحية بعد نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث صرح الفنان تعرضه لمرض السرطان في مهرجان الإسكندرية السينمائي. ولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى قرى مركز سيرس الليال محافظة المنوفية، حصل على بكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب في جامعة عين شمس، وكان الظهور الكبير له في فيلم مشبوه مع عادل إمام. الفنان كان متزوجا من الفنانة المصرية سمية الألفي، وأنجب أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي. البقاء لله، اللهم ارحمك في الله وسامحه وصبر أهله.